السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن العابدة الزاهدة رابعة العدوية كانت تصلي الليل كله وتقول في مناجاتها: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك يا حبيبي فأعتقني من نارك. فإذا كان السحر قالت: لهف نفسي، أقبلت مني ليلتي فأهنيها، أم رددتها فأعزيها؟ صلاة الليل خلوة مع الله، تزود من الصالحات، إعانة على الطاعات، محبة للرحمن. ما هي صلاة الليل؟ هل يجب على المؤمن أن يقوم الليل كله ليكتب من أهل الجنان الذين وصفهم تعالى بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أسئلة تنتظر الإجابة، فابقوا معنا. هل للصلاة والدعاء وقراءة القرآن حصة في لياليك؟ شيء يسير، بس الحمد لله أنه في مواظبة على الأمر هذا. أكيد دائما، بس يرجع الواحد عندما يخلد إلى سريره يطلب من الله أشياء هي بينه وبين ربه. يعني إذا مو شرط كل يوم مثلاً، إنه بس إنه لازم يعني إله. قيام الليل والله أحياناً، قيام الليل طبعاً يعني حسب ظروف الإنسان. والله الله يعفي عنا، أنا بصراحة هيك وهيك، بس عم حاول يعني أمشي على الطريق المستقيم. طبعاً شيء أكيد دائماً، يعني الدعاء أهم شيء، الدعاء مخ العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قمت للصلاة في الليل، بماذا تدعو الله عز وجل؟ يعني أول شيء لازم تكون الدعوة شاملة لكل المسلمين، يعني إنه ويعني هيك الله ييسر لنا ويوفق للعالم وكذا. والله الدعاء الأشمل والأكثر بدعي دائما أنه الله يرجع سبحانه، الله سبحانه وتعالى يرجع الإسلام عزته وقوته، ويرجع لنا عهد الصحابة، ويرجع لنا راية الإسلام خفاقة فوق كل الرايات، ويثبتنا بقول لا إله إلا الله عند الممات. أكيد المحبة، السلام لكل الناس، والتسامح مع الناس كلها، والعمل الطيب أكيد هذا أهم شيء. أكيد بدعي يعني أهلي، الناس اللي حولي. الله يغفرنا ويديم علينا الوطن يعني والأمن والأمان. أدعوه أن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية أول شيء، ثاني شيء أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، ثالث شيء أدعو الله أن يوفقني في هذه الحياة لكي أكون داعي إسلامي إن شاء الله. أن يرضى علي دائما رضا لله، يغفر لنا ويسامحنا ويرزقنا ويعفي عنا ويبعد عنا زوال الحرم حكام الظلام، ويدخلنا الجنة ويخفف عنا عذاب القبر، يعني شغلات كتير. اشتكت لي إحدى الأخوات حالها مع ربها، تقول هذه الأخت: كل يوم أتوب وأنوي وأعزم على أن أترك المعاصي وأجدد التوبة كل يوم، ولكنني لا أعرف ما الذي يجري، أشعر كأن مغناطيسا يجذبني إلى الحرام، لا أستطيع أن أترك المعاصي، دليني، ما هو السبيل، كيف الحال؟ أشعر دائما بانقباض في صدري، أنا أريد أن أطيع الله ولكنني لا أستطيع. قلت لها، لهذه الأخت: الطريق إلى الله تبدأ بالتوبة ولكنها لا تنتهي عند ذلك، عليك أن تسلك الطريق التي توصلك إلى اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ذكرتها بحديث قدسي يقول فيه الله عز وجل في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أول شيء الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن طريقنا إلى الله عز وجل من ضمن خطواتنا الأولى التي يجب أن نخطوها أن نستيقظ، أن نقوم بأداء النوافل، ومن ضمنها صلاة الليل. صلاة الليل قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام:
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن هو توضأ وصلى فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، وإن صلى انحلت العقد كلها فأصبح طيبا نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اختلف العلماء في المراد من هذه الصلاة التي يقاعس الشيطان المؤمن عن أدائها في الليل. قال بعضهم هي صلاة الليل، صلاة التهجد، وقال البعض الآخر هي صلاة الفجر، ولكن الرأي الأرجح أنها صلاة الليل. لذلك الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا هو نام هذه 3 عقد، 3 سيطرات، هو يريد من المؤمن ألا يقوم لصلاة الليل لمناجاة ربه، لأنه يعلم تماما ماذا يعني صلاة، ماذا تعني صلاة الليل للمؤمن. صلاة الليل للمؤمن أول ما نزل في هذا قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. لما نزلت هذه الآية قبل نزولها كان النبي عليه الصلاة والسلام مدثرا في فراشه بسبب ما سمعه من مقالة قريش فيه، كانوا مجتمعين في دار الندوة، بعضهم يقول عنه ساحر، وبعضهم يقول كذاب، بعضهم يقول مجنون. حزن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وادثر في فراشه، فنزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فرضت عليه صلاة الليل وفرضت على الصحابة بناء على هذه الآية حسب أرجح الأقوال، وقام النبي عليه السلام والصحابة يصلونها، يقال سنة ويقال 16 شهرا، وهم يصلون صلاة الليل فرضا عليهم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. عندما نتأمل في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وهي الحكمة من فرض صلاة الليل، أول الأمر على النبي ومن بعده على المسلمين. ناشئة الليل هي أوقات الليل، أشد وطئا أكثر تثبيتا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة نفسية حزين مما تقوله قريش فيه، وهم يعلمون أنه صادق لم يكذب قط. لذلك قال له: ناشئة الليل تصبرك، ناشئة الليل تثبتك، تلهمك المدد والصبر والسلوى. وأقوى مقيلة هي أنفى لما يشغل. في النهار كلنا يعلم تبدأ، نقول لبعضنا تقول لنفسها الأخت: في النهار سأصلي الظهر بدون أن أتلهى بشيء، سأخشع مع الله عز وجل. تبدأ في الصلاة يرن الهاتف، يرن الباب، يأتي الأولاد، لكن في الليل ليس هنالك أحد، هي والله تعالى مع بعض. ولذلك يقال الليل موال العشاء، لا أحد يلهي، لا شيء يشغل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا كذا، من ذا كذا، حتى يطلع الفجر. ويقول أيضا: في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعاء إلا استجيب له. طبعا هذه الساعة لم يعينها لنا، هذا أدعى لأن نتحرى كل يوم، نقوم في وقت غير الوقت الذي قمنا فيه في الليلة الماضية لنتحرى تلك الساعة. فهذه إذن صلاة الليل. عندما نقول صلاة الليل، هنالك من يظن أن صلاة الليل هي عدد معين عليه أن يمضي هذه الصلاة، منهم من يجعل قدوته السيدة رابعة العدوية، كانت تصلي في الليل 100 ركعة، منهم من يقتدي بالإمام أحمد بن حنبل، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة كما يروي ابنه عبد الله. ولكن هل فعلا هؤلاء هم قدوتنا؟ هؤلاء فعلوا ما فهموه هم وما قدرتهم وطاقتهم، وهذه حالات استثنائية. طبعا كانوا يقومون قلبا وقالبا مع الله عز وجل، ولكن هل كلفنا الله تعالى هذا؟ لننظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم كل الليل. أولا كان يقول لصحابته: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل، نصفه الأول، ثم يقوم ثلثه بعد النصف الأول،
ثم ينام سدوسه. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرضت عليه في البداية قال قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في الليل ثم يقوم لمناجاة ربه. ماذا كان يصلي؟ كان يصلي كما تروي السيدة عائشة أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يروي حذيفة بن اليمان يقول صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وكان يصلي وحده لا يعلم أن حذيفة قد جاء واقتدى به. يقول افتتح النبي عليه السلام بالبقرة، قلت ينتهي عند 100، أكمل البقرة، قلت يركع بها، أكمل لم يركع، وافتتح بآل عمران ثم النساء، كل هذا وهو واقف، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم وقف اعتدل من الركوع فكان نحوا من ركوعه، ثم سجد. هذا المراد ليدلنا على أن المراد ليس هو كمية عدد الركعات، وإنما المراد هو الخشوع في الصلاة. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذن كانت صلاة طويلة. يروي في هذا ابن مسعود يقول صليت مرة خلف النبي عليه السلام في الليل فأطال فهممت بأمر السوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجلس من كثرة ما أطال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان ينام جزءا من الليل، كان يستيقظ، كان يطيل في صلاته، لأن إطالة الركعات هي المهم في هذا، لأنه أدعى للخشوع وأدعى لاستقرار القلب مع الله تعالى. اشتكى لي أحد الأزواج زوجته، يقول ها زوجتي دائما تقوم الليل كله لا تنام، وفي النهار طبعا عندما تقوم الليل كله هي ستكون متعبة، ولا دائما نعسانة، دائما مرهقة، دائما أعصابها مستنفرة. قلت للأخت أولا قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام جزءا من الليل. ثانيا لأذكر لك قصة يروى في هذا أن أبا الدرداء كان دائما يقوم ويكلف نفسه قيام الليل كله. أتى إليه يوم من الأيام سلمان الفارسي، فاشتكت زوجة أبي الدرداء ما يفعله سلمان، ما يفعله أبو الدرداء. قال لها سلمان الفارسي دعيه لي في الليل. أراد أبو الدرداء أن يقوم كما يفعل كل ليلة، قال له سلمان نام الآن. نام أبو الدرداء واستسلم. قبيل الفجر أيقظه قال قم الآن. قاموا معا يناجون الله تعالى. عندما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا له ما قاله سلمان، قال نعم، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يروى في هذا أيضا أن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري اجتمعا، فسأله معاذ كيف تقوم في الليل؟ قال والله يا أبا موسى، قال أبو موسى والله إني أقوم الليل كله وأتفوق القرآن تفوقا، أقرأه فأحاول أن لا أنام. أما معاذ فقال له أما أنا ووالله إني أقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فلما ذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرا له ذلك قال نعم معاذ أفقه منك. إذن ديننا دين الرحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليصلي أحدكم من الليل ما تيسر فإن غلبه النوم فليرقد. في حديث آخر فإنه لا يدري ربما يذهب فيستغفر فيسب نفسه. إذن هذه صلاة الليل حالنا مع الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في وصف قيامه تقول السيدة عائشة كان إذا مر بآية دعاء دعا وهو في الصلاة، إذا مر بآية نار تعوذ بالله تعالى من النار، إذا مر بآية جنة سأل الله تعالى الجنة، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله تعالى. قيام الليل كانت للنبي عليه الصلاة والسلام حالة وصل مع الله عز وجل. يروى في هذا أيضا أن النبي عليه السلام قام مرة في الليل يصلي فمر على قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يكررها ويبكي وهو يقول هذه الآية. صلاة الخشوع، صلاة البكاء، صلاة التضرع إلى الله تعالى. قد تتساءل إحدى الأخوات تقول أنا أنام في وقت متأخر من الليل، أحيانا أمضي وقتي إلى الفجر وأحيانا في وقت متأخر، ماذا أفعل؟ وأنت تقولين صلاة التهجد، ونحن نعلم أن التهجد هو من الهجود
ترك الهجود، الهجود هو النوم، صلاة التهجد مأخوذة منها هي أن ينام ثم يقوم لصلاة التهجد. إذا أنا لا أنام ليس علي صلاة التهجد، وأنا إن نمت في وقت متأخر لن أستطيع أن أستيقظ. أقول لها التهجد هو ترك الهجود، ترك النوم، ولكن إما أن تصلي التهجد تنامي ثم تنامين ثم تقومين للصلاة، وإما أن تصلي قيام الليل. قيام الليل هو في الليل كله، مهما في أي وقت شئت هي صلاة الليل، يبدأ الليل من أذان المغرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صلاة بعد المغرب صلاة 6 ركعات، يقول من صلى 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بعد ذلك ممكن بعد صلاة العشاء أن تصلي ما تيسر، كله هذا يسمى صلاة الليل. وإن كان أفضل وقت لصلاة الليل هو بعد منتصف الليل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل. بعض تقول أنا صليت الوتر بعد العشاء، كيف لي أن أصلي؟ لا أستطيع أن أصلي بعد الوتر. أقول لها ممكن أن تصلي، وكان يستحب أن تكون آخر صلاتك الوتر، ولكن ممكن بعد أن تصلي الوتر يمكن أن تصلي ما شئت من النوافل، طبعا من نافلة الليل إذا وجدت لديك متسعا من الوقت. هنالك آداب دي صلاة الليل، من هذه الآداب النية، النوم طاهرا على وضوء، من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يقول اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا، أن تعزم وتتواصل مع زوجها مع جيرانها مع أخواتها في الله، ممكن أن يستخدموا الجوال في هذا، أن ترن لها رنة وتقوم لصلاة الليل أو توقت المنبه. بعد هذا إن غلبتها عيناها فلم تنم فنومها هذا صدقة من الله تعالى عليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه فنومه صدقة من الله عليه. ولكن المشكلة أحيانا تقول أنا دائما حالي هذا أنوي ولا أستيقظ. أقول لها عندك مشكلة إذن. يقول الفضيل بن عياض من لم يستطع صيام النهار ولا قيام الليل فهذا محروم من الله بسبب معصية قد فعلها وارتكبها. فانظري أية معصية قد منعتك من قيام الليل. أخيرا قد يتساءل البعض، نرى الكثيرين من الناس يقومون في الليل ويصومون النهار، ومع هذا نرى أفعالهم لا تتوافق مع حالهم. المفروض أن يكونوا واقفين عند حدود الله تعالى. كيف يكونون من أهل قوله تعالى من الذين امتدحهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ كيف يكونون من أهل من قوله تعالى الذين قال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ طبعا الجواب سيكون مع ضيف حلقتنا، ولكن فاتني أن أقول لكم ما يعنيه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الآية ليس معناها أنهم نادرا ما ينامون في ليلهم، لا، معناها كان نادرا ما تمر عليهم ليلة ولا يقومون فيها لمناجاة ربهم، ولكن كانوا ينامون في الليل، وخاصة في نصفه الأول كما رأينا في حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال امتداح أفضل الصلاة صلاة الليل صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الأخير. يواظب بعض الناس على الصلاة في المسجد، وعندما تعاملهم تجدهم بعيدين عن روح الشريعة وتعاليمها، ماذا تقول في هؤلاء الناس؟ لقد ذكر الله لنا في القرآن الكريم غايات وأهداف الصلاة، عندما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة مدرسة، وهذه المدرسة يجب أن تثمر ثمرة واضحة، تظهر هذه الثمرة في أخلاق وسلوك وتعامل المصلي. من اللافت للانتباه أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في القرآن الكريم مرة أمرا بأن نصلي. القرآن كله ليس فيه أمرا واحدا أن نصلي، وإنما فيه أوامر كثيرة بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني أداء هذه الصلاة على هيئة وحال وصفة وحضور مع الله سبحانه وتعالى وإخلاص لله سبحانه وتعالى، يثمر في النهاية شعورا بمراقبة الله. ينهي المصلي صلاته من حيث أداء هذه الشعيرة عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكنه بعد ذلك يفترض أن يعيش حالة من الصلة بالله سبحانه وتعالى هي ثمرة هذه الصلاة. الصلاة
أركان، الصلاة شروط، الصلاة حضور مع الله سبحانه وتعالى على هيئة محددة في وقت ومكان محدد، ولكن هذه الصلاة لا تنتهي بالسلام، وإنما ينتهي الجزء العملي الشعائري منها بالسلام، ويبدأ الآن جزء عملي يتعلق ببيع الإنسان وشرائه، ويجب أن تظهر آثار هذه الصلاة عندما أبيع وعندما أشتري وعندما أخاصم وعندما أرضى وعندما أنفق وعندما أمنع. كل هذه الأمور مرتبطة بالصلاة التي كنت أؤديها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاته عن الكذب والغش والخيانة وسوء الظن بالمسلمين وغيبة المسلمين، فهذا يعني أنه أدى صلاته تمثيلية، ولكنها للأسف كانت فاشلة وكانت من غير معنى ومضمون حقيقي، وربما سيسأل عنها بين يدي الله وسيحاسب ويعاقب على هذه الصلاة التي كان يظنها عبادة لله. لماذا؟ لأنها كذب ووقوف بين يدي الله ليقول العبد لله إياك نعبد وإياك نستعين، وسيقول الله له أين ظهرت هذه العبودية في تعاملك مع الناس؟ أين ظهرت هذه العبودية في بيعك وشرائك؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الشعار الذي ينبغي أن يتحقق من خلال هذا الركن العملي. إذا خرجت الصلاة وكان في الصلاة أيضا قيام ليل، وكان مع الصلاة أذكار، وكان مع الصلاة قراءة قرآن، ولكن كل هذه الحالات من العبودية الظاهرة لم تثمر عبودية عملية لله سبحانه وتعالى، فهي ليست صلاة، لأنها ليست صلة، ولأنها لم تزد العبد شعورا بمراقبة الله سبحانه وتعالى له. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف أمنهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.